بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة وطالبات التعليم الفني، أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا جميعا. إن شاء الله النهاردة هنشتغل على السلامة والصحة المهنية. أهم حاجة إن أنا أحافظ على نفسي وأحافظ على المكان اللي أنا بشتغل فيه عشان خاطر أبقى شغال وأنا مرتاح نفسيا ومش خايف على نفسي من إن يحصل لي أي مشكلة أثناء العمل. طيب، امتى وازاي احافظ على المكان وارتبه ازاي واشتغل فيه باريحية كده وبراحة نفسية؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة ان شاء الله. اول حاجة لازم نعرف ازاي نجهز بيئة العمل اللي احنا هنشتغل فيها. اجهز بيئة العمل ازاي؟ ايه هي اساسا بيئة العمل اللي انا بشتغل فيها؟ بيئة العمل اللي انا بشتغل فيها اما ان هي هتكون الورشة بتاعت المدرسة او المصنع، المكان اللي انا بشتغل فيه، العنبر بتاع الشغل اللي انا بشتغل فيه. طيب تعالوا كده نتكلم. لو انا بشتغل في مدرسة، يعني انا دلوقتي طالب في مدرسة ومطلوب مني ان انا اجهز بيئة العمل اللي انا هشتغل فيها او هتعلم فيها. بيئة العمل دي هتبقى اول حاجة الفصل او الورشة اللي انا بشتغل فيه. طيب ايه هي الادوات والعدد والحاجات اللي انا بتعامل معاها جوه الورشة؟ اول حاجة بتكون التاسجة او الطاولة اللي انا بشتغل عليها، الترابيزة اللي انا بشتغل عليها، التاسجة اللي انا بشتغل عليها، كل دي مسميات للمكان اللي انا بتعامل فيه وبحط عليه الادوات بتاعتي. يبقى لازم المكان ده يكون مكان نظيف مرتب، معليهوش اي حاجه غير اللي انا عايزه استخدمه بس في الوقت اللي انا هشتغل فيه. يبقى الطاوله بتاعتي او التسجه بتاعتي المفروض ان هي تكون نظيفه، معليهاش اي اتربه، مرتبه. طيب يكون كمان طولها مناسب لطول الشخص اللي هيتعامل معاها، يعني ما اجيبش حاجه عاليه قوي ولا حاجه قصيره قوي. طيب ايه كمان المفروض ان انا هشتغل معظم الوقت وانا قاعد، لان انا بعمل عملية لحام، انا طالب فني يعني بأسلاك وكاوية، فالمفروض ان انا اتعامل مع كرسي. الكرسي ده المفروض يكون طوله مناسب للارتفاع بتاع الترابيزة او الطاولة اللي انا هشتغل عليها. حلو قوي. طيب ايه تاني المفروض في محيط الطاولة اللي انا بتكلم عنه؟ يكون الرجول بتاعتها ثابتة، ما تكونش متحركة، لأنها لو متحركة ممكن تأذي لو اتحركت اللي بيشتغل عليها. كمان يكون التسجة دي أو الطاولة دي يكون متركب فيها فيش كهرباء علشان خاطر تكون مناسبة لأن أنا هشتغل بعد كده بالكاوية، او هشغل اوسيلوسكوب، او هشغل افوميتر، او هشغل اي جهاز من الاجهزة بتاعتي، فالمفروض ان هي يكون فيها توصيلات كهربية او تكون قريبة من الحيطة، بحيث ان انا اعمل الورشة بتاعتي كأنها حرف يو، يعني يبقى ترابيزات على اليمين وترابيزات على الشمال وترابيزات في الوش والمعلم بيبقى في المقابل، بحيث ان تبقى كل طاولة قريبة من مصدر التيار الكهربي. ده ليه؟ عشان خاطر الطالب وهو بيشتغل ما يبقاش فيه وصلات كهربية او اسلاك تعيق العمل وبالتالي تؤدي الى مشاكل ومخاطر على الطالب اللي بيشتغل، وما يبقاش مطلوب مني ان انا اعمل كابلات توصيل زيادة. يبقى المفروض يبقى فيه فيش او مصادر للتيار الكهربي موجودة في الحيطة اللي موجودة جنب الطاولة او في الطاولة نفسها، وتكون متعددة، يعني تكون عدة مصادر، ما يبقاش واحدة او اتنين بس، يعني المفروض يبقى لكل طالب مصدر للتيار الكهربي يوصل بيه ويشتغل بيه عشان خاطر اضمن سلامة الطالب، واضمن كمان ان هو وهو بيشتغل يكون حاسس بالامان، ما يبقاش
كل شوية أشد الفيشة وأحط الفيشة بتاعت زميلي، لا أنا الفيشة بتاعتي مش سليمة، يبقى أنا كده متأكد إن الطالب بتاعي هيبقى في أمان. يبقى ده بالنسبة للطاولة بتاعتي. طيب شكلها إيه؟ تعالوا كده نشوف شكلها بسرعة. ده شكلها، يبقى ده شكل الطاولة بتاعتي أهي. طاولة تبقى عبارة عن طاولة زي كده، المفروض ان هي تبقى طاولة مسطحة وطولها مناسب، الطول بتاعها يكون مناسب للطالب. كمان يكون المفروض ان يكون في جزء هنا، لو هي فيها فيش كهربية بيبقى في جزء من الجنب من هنا بيبقى في فيش ومصدر للتيار الكهربي. لو هو مش موجود المصدر ده زي ما قلت بتبقى الطاولات موجودة جنب الحيطة، والحيطة بيبقى متوصل بيها تيار كهربي. فيش متعددة، يعني مثلا لو طاولة زي دي كده يبقى فيها 3 أو 4 مصادر، لو ما فيش الكلام ده بتبقى قريبة من الحيطة وبيبقى في الحيطة نفسها 3 أو 4 مصادر للتيار الكهربي. طيب ايه تاني غير الطاولة؟ لو انا دلوقتي بتكلم عن المكان اللي انا بشتغل فيه، مهم قوي ان انا اراعي الاضاءة. الاضاءة دي بتساعدني ان انا اشتغل في جو مريح، عيني تبقى مرتاحة وانا بشتغل، اشوف الادوات والعدد والعناصر الالكترونية بتاعتي بصورة سليمة. ممكن مثلا لو الاضاءة بتاعتي مش سليمة اقرأ قيمة مختلفة، فاركب عنصر مكان عنصر، وبالتالي الشريحة بتاعتي هتبقى مش سليمة، يبقى التمرين اللي انا بعمله هيبقى مش تمام. يبقى المفروض ان انا اعمل ايه؟ اراعي الاضاءة الجيدة. طب الاضاءة الجيدة دي هتيجي منين؟ اما ان انا يبقى في اضاءة مباشرة، او اضاءة في المكان كله، كل المكان مضاء، او لو انا بالنهار ومعظم الشغل بتاعي بيبقى بالنهار بعمل ايه؟ بيبقى النوافذ بتاعتي بيدخل منها الضوء بصورة كبيرة. طيب لو انا دلوقتي عايزة اعمل اضاءة مباشرة على العنصر او على الشغل بتاعي، يبقى في حاجة زي مصباح كبير زي الاباجورة كده بس كبيرة، دي بتديني اضاءة مباشرة ومسلطة على الجزء اللي انا هشتغل عليه. حلو قوي، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاضاءة. طيب ايه تاني ممكن اجهز بيه بيئة العمل بتاعتي عشان تبقى بيها امنة؟ التهوية. التهوية عنصر رئيسي في الشغل بتاعي. ازاي؟ انا دلوقتي لو قاعد في مكان غير جيد التهوية ابقى قاعد مخنوق، ابقى قاعد مش مرتاح. انما لو انا في مكان جيد التهوية هبقى قاعد مرتاح، اعصابي هادية. كمان لازم نراعي ان الشغل اللي احنا بنشتغله بيطلع اثناء الشغل ابخرة وادخنة من اللحام، فالابخرة دي بتبقى سامة، فالمفروض ان انا احافظ على نفسي يبقى المكان بتاعي جيد التهوية. طيب ازاي يبقى المكان جيد التهوية؟ اول حاجة ان انا اراعي ان يكون في نوافذ مفتوحة، اما انها تكون نوافذ علوية او نوافذ اللي هي النوافذ العادية بتاعت الورش والفصول، واراعي ان هي تكون مفتوحة ويكون في تيار للهواء داخل الورشة بتاعتي فينقي الهواء اللي داخل، او يكون في شفاط موجود فوق تسجة العمل اللي انا بشتغل عليها او الطاولة اللي انا بشتغل عليها، وبالتالي يشفط كل الادخنة والابخرة اللي موجودة فانا استنشق هواء نظيف. يعني معنى كده ان انا عشان خاطر اشتغل صح لازم اراعي ان الهواء اللي موجود في الورشة بتاعتي يكون هواء نقي، احافظ على عيني، احافظ على الرئة بتاعتي، احافظ على الجيوب الانفية، واحافظ على المخ، واحافظ على الدم. ايه اللي دخل الكلام اللي انا بقوله ده في الهواء؟ لما بنستنشق ابخرة سامة زي البخار اللي طالع من اللحام ده، في مادة اللي هي مادة الرصاص. مادة الرصاص هي مادة سامة بتتحد بالدم بسهولة، وبالتالي بتعمل لو هي كترت في الدم بتعمل تسمم اسمه تسمم الرصاص.
يعني ممكن يحصل تسمم للطالب وهو بيشتغل لو نسبة الرصاص عليت في جسمه، وبالتالي ممكن يؤدي إلى مشاكل خطيرة، لأن الرصاص ده بيمشي في الدم وبيوصل للمخ وبيوصل للرئة وبيوصل لأماكن الجسم كلها، وبالتالي هيسبب مخاطر ملهاش أي لازمة. فأنا حافظ على الطالب إزاي؟ إن أنا أهيئ له بيئة عمل نظيفة. نظافة بيئة العمل بتكون أساسية في إن أنا أهيئ له جو نظيف نقي. يبقى نوافذ، إما نوافذ علوية تسحب البخار، أو نوافذ عادية تكون مفتوحة ويكون في تيار هواء كويس مناسب يشد الأبخرة دي، أو يكون في عندي شفاط يشفط البخار والأدخنة اللي ناتجة عن عملية اللحام. حلو قوي. ايه تاني من الحاجات اللي انا اساعد بيها الطالب ان هو اعلمه يجهز بيئة عمل مناسبة وسليمة؟ لازم اعلم الطالب النظام. النظام ده اهم حاجة في الشغل بتاعي. لو انا مش منظم هيبقى العمل بتاعي فيه هرجلة، عدم نظام، الادوات بتاعتي مش في اماكنها، العدد بتاعتي مش في اماكنها، العناصر مش في اماكنها. يعني معنى كده ان انا لازم اعلم الطالب ان يبقى فيه دولاب للعدد والادوات والاجهزة. دولاب العدد والادوات والاجهزة ده بيبقى عبارة عن دولاب او مجموعة ارفف لو مش متوفر دولاب، وغالبا بيبقى متوفر الدولاب طبعا، بس احنا بنتكلم على حاجة اللي هي المفروض تبقى موجودة. بيبقى موجود دولاب، الدولاب ده بيبقى موجود فيه رف للأجهزة، الأجهزة اللي أنا بستخدمها زي مثلا الأوسيلوسكوب، الأفوميتر، الباور سبلاي، الأجهزة اللي أنا بستخدمها. رف تاني يبقى للعدد، العدد اللي هي إيه؟ الكاوية، الشفاط، البنسة بأنواعها، الأدوات اللي أنا بستخدمها عموما. الرف الثالث يبقى للعناصر. ولاحظ وانا ارتب العناصر بتاعتي ان انا ارتبها كل نوع لوحده. يعني مثلا بيبقى فيه زي بلات كده او طبق بيبقى فيه مجموعة فتحات صغيرة للعناصر الصغيرة. ده ازاي؟ يعني مثلا عندي الترانزستورات، الترانزستورات دي عناصر صغيرة، احاول انا اخلي الترانزستورات في مكان لوحدها، المقاومات في مكان لوحدها او في علبة لوحدها، المكثفات في علبة لوحدها. ولو انا قدرت كمان، لو انا عندي القيم بتاعة العناصر كل عنصر في منه كتير لكل قيمة، احاول احط كل قيمة في مكان لوحدها. يعني مثلا لو عندي برطمانات او علب صغيرة، بحيث ان انا لما اجي اشتغل انا اكتب على الحاجات دي كل عنصر، العنصر اللي جوه العلبة دي ايه وقيمته قد ايه، او مجموعة القيم بتاعته قد ايه. في الحالة دي انا عملت ايه؟ عملت ترتيب مسبق قبل ما اشتغل. ده انا كده ظبطت نفسي ان انا وانا بشتغل لو عايز اي خامة او اي عنصر بمنتهى السهولة همد ايدي واجيبه، ما هي الحاجة بتاعتي مترتبة. نقول تاني جزئية الدولاب بتاع الخامات. دولاب الخامات هو دولاب بيبقى موجود عندي ومترتب حسب العدد والأدوات والأجهزة والعناصر. العناصر بتاعتي المفروض تكون زي ما قلت لكم، كل عنصر مترتب على حدة ولوحده ومحطوط في علبة أو برطمان مكتوب عليه القيم بتاعته ونوعه، مقاومة، مكثف، ترانزستور، اي سي، ايا كان نوع العنصر بتاعي. يبقى انا كده هرتب العناصر بتاعتي في رف لوحدها. كمان لازم ارتب العدد والادوات بتاعتي في رف لوحدها، وكل نوع من انواع العدد يبقى لوحده على جنب. يعني زي ما قلت لكم قبل كده، انواع البنس لوحدها، انواع العناصر التانية، كل عنصر، كل عدة او اداة لوحدها. طيب ايه تاني؟ قلت لكم الاجهزة. الاجهزة لازم يبقى ليها رف لوحده. ليه؟ لان اولا
الأجهزة بتاعتي زي الأوسيلوسكوب مثلا أو الأفوميتر أو الباور سبلاي أجهزة حساسة، فلو أنا حطيتها مع أدوات زي شاكوش، بنسة، مفك، الحاجات دي ممكن إن أنا عفويا طبعا وعن غير قصد هكسر حاجة، هخبط حاجة، فأنا أعمل إيه؟ أحطها لوحدها في رف. طيب يبقى إحنا دلوقتي عشان أجهز بيئة العمل عرفت إن أنا هجهز الطاولة بتاعتي إزاي، التشير أو الكرسي اللي أنا هقعد عليه أو الطالب اللي هيقعد عليه يعني قريب بمسافة شكلها قد إيه، كمان حددت الإضاءة لازم تكون إضاءة شكلها إيه في المكان، المكان كمان لازم يكون جيد التهوية، ولازم أرتب الأدوات والعدد والأجهزة والعناصر في دولاب. حلو قوي المنظر كده تمام، والأجهزة بتاعتي في مكانها وكل حاجة في مكانها. لازم أراعي وأنا بشتغل إن ما يكونش فيه أسلاك متقاطعة في المكان عشان خاطر الطالب وهو بيعدي ما يشبكش في السلك ده ويقع او يوقع الجهاز. وعلم الطالب كمان وهو بيجهز بيئة العمل بتاعته ان ما يحطش الاجهزة على طرف الطاولة، يثبت الاجهزة بتاعته في مكان مناسب في منتصف الطاولة بحيث انه هو وهو بيشتغل يعرف يتعامل مع الجهاز بطريقة صحيحة. ايه تاني المفروض ان انا اعلمه للطالب؟ اعلمه ان المكان اللي هو بيشتغل فيه يكون مكان نظيف، ما ينفعش اشتغل في مكان مش نظيف، لازم اعلمه ينظف المكان اللي هو هيقعد فيه قبل ما يشتغل، واعلمه كمان ان هو ينظف المكان بعد ما يخلص الشغل بتاعه، لان المكان بتاعك ده انا بقول بتاعك يعني ملكك، ملكي وملكك وملك زميلك، فما ينفعش ان انا اسيب المكان ما هوش نظيف. ده من ناحية الانسانية اهو، كمان من ناحية الشغل لو المكان بتاعي مش نظيف انا مش هبقى عارف اشتغل صح، يبقى لازم اراعي ان يبقى فيه في الورشة بتاعتي باسكت احط فيه المخلفات بتاعتي، ايا كانت بقى المخلفات بتاعتي مخلفات شخصية، منديل، ورقة، اي حاجة بواقي حاجة مثلا انا استخدمتها او المخلفات بتاعت الشغل، وانا بشتغل بقطع اسلاك، بنظف حاجات، بستخدم صنفرة، بستخدم اي حاجة ممكن يبقى ليها مخلفات، فالمفروض ان يبقى فيه لازم يبقى فيه في المكان بتاعي باسكت للقمامة. اعلم الطالب ان المكان ده هترمي فيه المخلفات بتاعتك عشان خاطر تخلص الشغل بتاعك تسيب المكان بتاعك زي ما استلمته، يبقى انا هسلم المكان بتاعي للطالب نظيف واقول له هستلم منك المكان بنفس الشكل واحسن كمان. ده بيعمل ايه؟ بيخلق روح جوه الطالب، روح التعاون، اه انا هستلم المكان كويس وهسلمه كويس، واخلي كمان بينه وبين اصحابه روح محبة، انا مش هسيب المكان مش نظيف عشان انا جيت مثلا لقيت فيه مثلا ورقة هبوظه له اكتر، لا انا هتعلم ان انا النظافة من الايمان واعلمه كده، واخلي طول ما انا بشتغل لازم يبقى فيه يعني لمسة كده من المدرس او من المعلم للطالب ان هو يبقى القدوة بتاعه، مرميش حاجة ابدا مش في مكانها، مرميش حاجة على الأرض، أنا كمعلم مرميش حاجة سلك مثلا وأقول إيه ده سلك وخلاص، لا أنا أعلم الطالب إن هو ياخدني قدوة، لو الطالب أخد المدرس بتاعه قدوة في الحالة دي الطالب هيتعلم حاجات كتيرة جدا من المعلم بتاعه ويحبه، ولو الطالب حب المعلم هيعرف يتعامل معاه ويتعلم منه بمنتهى البساطة وياخد كل المعلومات منه بحب. طيب يبقى انا دلوقتي هنظف المكان بتاعي، المفروض كمان الورشة بتاعتي يبقى ما فيش واقع فيها اي مواد زلقة او مواد بتلزق او مواد تزحلق، زلقة يعني حاجات ملزقة كده ممكن تزحلق. طيب
اتعامل مع الحاجه دي لو هي موجوده ازاي، في ساعتها انضفها. يعني نفرض مثلا وقع مني بزيت جهاز او بشحم حاجه او بتاع، وقع مني حاجه على الارض، في ساعتها اعلم الطالب ان انا اشيلها امسحها، لان الطالب هيتاذي لو هو اتزحلق فيها، ولو هو ما اتاذاش ممكن واحد تاني يجي يتاذي. فنعلم الطالب ان ما يبقاش فيه اي مواد زلقه على الارض. المفروض كمان ان المكان بتاعي بتاع العمل يكون الترابيزه اللي انا هشتغل عليها مرتبه، ارتب عليها العدد والادوات. ازاي بقى؟ انا قلت ان في دولاب هشيل فيه العدد والادوات بتاعتي. طب انا دلوقتي هبدا شغل، اجهز بيئه العمل بتاعتي ازاي وانا هشتغل؟ اول حاجه اجيب الاجهزه بتاعتي. انا هشتغل، صديقنا زي ما كنت بقول لكم قبل كده، صديق الالكترونيات، الافوميتر والاوسيلسكوب، وطبعا الباور سبلاي ده انا بشتغل بيه على طول. فبطلع الافوميتر واشوف اذا كان هو بيشتغل بالحجر ولا بالكهرباء، اظبطه واجهزه واحطه قدامي، اطلع الاوسيلسكوب اشغله واجهزه، كل ده قبل ما ابدا شغل، قبل ما ابدا الحصه بتاعتي زي ما بنقول. ليه؟ عشان خاطر اول ما ابدا يبقى انا حاجتي جاهزه، اعرف اشتغل كويس، اظبط الجهاز بتاعي اوسيلسكوب، اظبط الافوميتر بتاعي، اشوف الباور سبلاي بتاعي هظبطه على كام، يبقى انا كده ظبطت الاجهزه بتاعتي. حلو قوي. ايه تاني انا مستخدمه؟ الادوات. يبقى انا حطيت الاجهزه بتاعتي على في مكان على الترابيزه بتاعتي او على الطاوله بتاعتي ان يسهل ان انا استخدمها. بعد كده اجيب الادوات بتاعتي، ارتب الادوات بتاعتي على حسب اولويه الاستخدام. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك انا يعني انا هستخدم ايه الاول احطه قريب من ايدي. يبقى على حسب اولويه الاستخدام دي معناها ايه؟ معناها ان انا هحط العده او الاداه اللي انا هستخدمها الاول هي اللي تبقى قريبه من ايدي عشان يسهل ان انا استخدمها. هو انا عماله اقول كل شويه يسهل الاستخدام تبقى بسيطه ليه؟ لو انا بستخدم الحاجه واقعد امد ايدي واجيب الحاجه من بعيد، وامد ايدي واجيب الحاجه من الناحيه التانيه، اولا انا هحس على اخر اليوم ان انا ارهقت، فانا تعبان، يبقى انا مش هنجز الشغله اللي مطلوبه مني ببساطه وبراحه. تاني حاجه هستغرق وقت طويل، يعني لو الحاجه بتاعتي مش مترتبه قدامي ترتيب صح وعلى اولويه الاستخدام زي ما لسه بقول لكم، انا هلاقي نفسي في الاخر باخد وقت طويل عشان اجيب البنسة، وبعدين لا ده انا هدور في الادوات اللي قدامي واجيب المفك اللي هو العادة، ولا مش عارفة اجيب المفك الصغير، لا ده انا مش عارفة اجيب المسمار ايه عشان اربط الشريحة بتاعتي. لا، يبقى انا ارتب العدد بتاعتي على حسب الاستخدام، وكل نوع لوحده، مجموعة المفكات لوحدها، مجموعة البنس لوحدها، الكاوية، حامل الكاوية حط الكاوية بتاعتي على الحامل بتاعها، والمشتملات بتاعت الكاوية. ايه هي مشتملات الكاوية؟ كل ده انا بحطه قدامي على حسب ما انا هستخدم. مشتملات الكاوية احط الفلكس، احط القصدير، احط الجفت، والجفت طبعا كذا نوع عشان خاطر ان انا اسهل على نفسي كل ده، احط الكاوية بتاعتي على الحامل. يبقى في الحالة دي انا قبل ما ببدأ شغل كل حاجة عندي متجهزة. عشان كده بقول ايه؟ تجهيز بيئة العمل. بيئة العمل المكان اللي انا بشتغل فيه لازم اجهزه على حسب ما انا يريحني، علشان خاطر وانا بشتغل المكان بتاعي اشتغل بسرعة فانجز. هو ايه الفرق بين واحد مرتب حاله ومرتب شغله ومجهز حاجاته وادواته، وواحد تاني يعني مش عايزه اقول مهرجل مش مرتب؟ الفرق ان الاولاني بينجز بسرعه وبيخلص الشغله اللي مطلوبه منه بدقه واتقان، انما التاني عمال يجري عشان يجيب اداه، ويجري عشان يجيب حاجه تانية، ويدور على العناصر، ويدور على الادوات، ويدور على العدد،
وبالتالي مش بينجز. يعني لو احنا قسنا الوقت والمجهود المبذول عشان خاطر المرتب يخلص الشغلة اللي مطلوبة منه والغير مرتب يخلص الشغلة اللي مطلوبة منه، أكيد المرتب هيخلصها في نص تقريبا نفس الوقت، في نص الوقت بتاعه بتاع الغير مرتب ده، كمان هيخلص الشغل بتاعه بإتقان وبنظام. وهلاقي التمرين بتاعه، لو أنا بعلم له التمرين هلاقي التمرين بتاعه تمرين شكله حلو مرتب، عارف يعمل عملية لحام كويسة، عارف يرتب العنصر بتاعه كويس ازاي، بيرسم الدايرة بتاعته الأول قبل ما يشتغل ويعرف يركب العناصر ازاي على الشريحة بتاعته. الكلام ده كله يكاد يكون ان هو بسيط، وكلنا نقول ايه ما احنا بنعمل الكلام ده. لو احنا فعلا بنعمل الكلام ده هنلاقي ان الشغلانة بتاعتي خلصت بسرعة وبسهولة وبإتقان. عشان خاطر تكون شخصية متميزة لازم تكون شخصية مرتبة. لو انت انسان مرتب حتى في حياتك الشخصية، لو انت انسان مرتب هتلاقي كل حاجة في حياتك ماشية صح. حاول تنظم تفكيرك قبل ما تبدأ الشغل بتاعك، رتب بيئة العمل بتاعتك، رتب المكان اللي انت هتشتغل عليه، نظفه ظبطه، اعمل كل الحاجات المطلوبة منك. في الآخر هتعمل عملية إنتاج بسيطة وسهلة. أنا ليه بقول بسيطة؟ لأن البساطة في إن انت تبقى مرتب. لو انت رتبت وجهزت الشغل بتاعك الأول هتلاقي في الآخر كل حاجة سليمة. زي بالظبط كده لو أنا في المطبخ مثلا ومش مرتبة الحاجات اللي أنا هستخدمها، هلاقي نفسي بوقع حاجة، بعمل نفس الفكرة. يبقى أنا دلوقتي أجهز بيئة العمل بتاعتي بطريقة سليمة عشان خاطر أتقن العمل اللي مطلوب مني. تمام. طيب لو أنا دلوقتي قاعد بشتغل وحسيت ان الاضاءة بتاعتي بقت ضعيفة، هبقى قادر اشتغل؟ اكيد لا، هشتغل ولكن عيني مش هتبقى جايبة كل العناصر او القيم، خاصة ان العناصر بتاعتنا عناصر صغيرة والقيم بتاعتها بتبقى مكتوبة على العناصر ب ب ب بدقة كده وبخط رفيع، فلازم ان الاضاءة بتاعتي تبقى اضاءة قوية. هل انا ينفع اشتغل في مكان وانا كل ما اشتغل اقعد اكح واقعد مش عارف اتنفس بسبب الادخنه والابخره اللي ناتجه عن عمليه اللحام؟ لا طبعا، يبقى لازم المكان بتاعي يكون ايه جيد التهويه. هل ينفع اشتغل في مكان وانا ماشي اتخبط في عنصر خارج بره او اداه خارجه، او مثلا رجل من ارجل الترابيزه تكون مش سليمه اللي انا بشتغل عليها؟ لا، يبقى انا لازم قبل ما ابدا شغل اتاكد من ان كل الحاجات دي متاح ليا اثناء العمل. لو متاح ان يكون في تكييف مثلا في المكان او شفاط او حاجه تسحب الابخره والادخنه دي، تبقى حاجه كويسه جدا. طيب لو انا دلوقتي بشتغل ولقيت حصل ان في اي مشكلة حصلت لي في بيئة العمل اللي انا اتكلمت عنها دي، مشكلة زي ايه مثلا؟ وانا بشتغل لقيت الاضاءة بتاعتي النور قطع مثلا، يبقى انا لازم يبقى عندي بديل، يبقى الشبابيك بتاعتي او النوافذ تكون الاضاءة اللي فيها إضاءة قوية، ما يبقاش محطوط على النوافذ السكرين اللي هي بتضعف الضوء دي، ما ينفعش ان انا احطها في ورشة. ولو الورشة بتاعتي النوافذ اللي فيها محطوط عليها ستاير، الستاير دي المفروض ان انا افتحها لان حصل دلوقتي مشكلة، ما احنا دلوقتي بنحل المشكلة اللي حصل. ايه هي المشكلة؟ ان النور قطع مثلا وانا بشتغل،
فانا لازم احل الموضوع ده عشان اكمل شغلي، فانا هفتح الستاير بتاعت النوافذ بتاعتي. طيب لو انا بشتغل مثلا ولاحظت ان ايد من ادوات الاجهزه بتاعتي متطرفه على الترابيزه، المفروض ان انا الفت نظر زميلي او انا اشيلها او اعدلها، واعلمه بعد كده ان اقول له المفروض الادوات بتاعتك والعناصر بتاعتك تبقى كلها بعيده عن الحواف بتاعت الطاوله اللي انت بتشتغل عليها، لان ممكن وانت بتتحرك تخبط الحاجه فالحاجه تقع فتتكسر او انت نفسك تتاذي. طب لو انا مثلا في ورشه زي ورشه الحداده او النجاره، بيبقى في حاجه اسمها المنجله. المنجله دي المفروض ان انا بظبط عليها وبربط عليها الحاجه اللي انا بقطعها مثلا، المفروض ان وانا بشتغل الاحظ ان الادابت ايد المنجله دي ما تبقاش افقيه بحيث ان اللي ماشي يعدي يخبطها. كمان لازم الاحظ وانا بشتغل في بيئه العمل بتاعتي او اجهز بيئه العمل بتاعتي ان كل الادوات تكون منسقه. يعني ايه منسقه؟ يعني انا محتاج ايه هطلعه واللي مش محتاجه مش هطلعه. مش احنا قلنا عندي دولاب للعدد والادوات بتاعتي، لو الحاجات اللي انا عايزها اطلعها بس على الطاوله دي اللي انا هستخدمها، الحاجات اللي انا مش عايزها ما اطلعهاش. يعني ما اعملش زحمه اثناء الشغل بتاعي واطلع كل العدد وكل الادوات وكل الاجهزه على الطاوله بتاعتي وانا بشتغل، لا كده مش صح. انا دلوقتي هعمل تمرين اطلع الحاجات المختصه بس بالتمرين ده، وزي ما قلت لكم من شويه المفروض ان كل عنصر انا محدد له مكان او علبه او برطمان بحط فيه العناصر بتاعتي، فما اطلعش غير العناصر اللي انا هستخدمها بس. يعني مثلا انا هعمل دايره توحيد، دايره التوحيد دي المفروض بيبقى مطلوب فيها ايه؟ مطلوب فيها محول، مطلوب فيها موحدات، مطلوب فيها بعض المقاومات، مطلوب فيها مكثف، مطلوب فيها ريجيليتور، على حسب انا محتاج ايه في دايرة التوحيد. يعني في دايرة توحيد كبيرة ودايرة توحيد صغيرة تعليمية، مش هطلع غير الحاجات اللي انا عايزها بس، عشان خاطر اولا الحاجة ما تتكسرش فتتسبب ان انت لا انت استفدت بالحاجة ولا زميلك استفاد بيها اللي هيجي بعدك، ثانيا ما تبقاش حاجات انا مش هستخدمها فتبقى كتيرة على الطاولة بتاعتي وفي دوشة وكركبة كتير على المكان اللي انا فيه. يبقى في الحالة دي انا هشتغل على الحاجات اللي انا هستخدمها بس في التمرين بتاعي ده. بالنسبة للعناصر، بالنسبة للادوات هطلع الادوات اللي انا عايزها بس. انا محتاج في التمرين بتاعي لشريحة هثبت عليها العناصر، هطلع الشريحة واشوف نوع الشريحة حسب التمرين بتاعي، هل هي شريحة نحاسية ولا شريحة اللي هي النقطة نقطة ولا الشرايح ولا نوع الشريحة اللي انا هستخدمها. ولو انا هستخدم شريحة نحاسية بشوف المادة اللي انا هرسم بيها، القلم اللي انا هرسم بيه اللي هو الووتر بروف، او كمان المادة اللي انا هحطها اللي هي الحمض احط فيه، الادلة العلبة او البلات اللي انا هحط فيه التمرين بتاعي لما ارسمه، ابقى انا محدد في دماغي وعامل بوينتس كده او نقط اساسية للشغل اللي انا هشتغله. لو انا عملت كده يبقى انا عرفت اشغل نفسي صح وانجز بسرعة التمرين اللي انا هعمله. يبقى انا هطلع، احنا بنتكلم اهو على دايرة توحيد، هطلع الشريحة بتاعتي ايا كانت نوعها بقى، احنا قلنا النوع بتاعها، كمان هطلع العناصر بتاعتي الموحدات 4 موحدات، هطلع المكثفات بتاعتي، ارتب كل حاجة قدامي بحيث ان وانا بشتغل ابقى انا شايف التمرين متخيل شكله، لان انا عارف انا هشتغل ايه وكمان الحاجة قدامي مترتبة صح. طيب المفروض ان انا هعمل بعد ما اكون
الدايرة بتاعتي، هعمل لها عملية قياس اشوفها بتشتغل ولا لا. طب الكلام ده هيبقى ازاي؟ عن طريق انهي جهاز؟ لازم اكون فاهم. عن طريق جهاز الاوسيلسكوب. جهاز الاوسيلسكوب انا بشوف عليه شكل الاشارات، يعني هفتح الجهاز بتاعي اللي انا مظبطه ومجهزه موصله بالتيار الكهربي، اشغله عشان يخاطر يقيس لي شكل الاشارة بتاعي، يوريني شكل الاشارة. الاشارة الاولانية اللي هي قبل عملية التوحيد هتبقى اشارة اللي احنا بنقول عليها ايه، سيجنال ويف، اللي هي اشارة عادية، الاشارة اللي احنا عارفينها العادية خالص، اشارة مترددة. وبعد عملية التوحيد هتبقى اشارة شكلها ايه. في نص العملية هيبقى انصاف اقطاب موجبة زي ما قلنا قبل كده، وفي اخر العملية هتبقى اشارة برافو، اشارة مستقيمة. شكل الاشارة هيبقى خط مستقيم، لان هي هتبقى ايه، خلاص هيبقى تيار مستمر. يبقى انا دلوقتي قبل ما اشتغل عشان خاطر اطلع منتج سليم، يعني انا عمال اقول منتج واطلع اي حاجة انت بتعملها في الاخر اسمها انتاج، برودكت، حاجة انت عملتها، حاجة انت طلعتها من تحت ايدك. حتى لو انت بترسم دايرة، ده منتج انت بتطلعه، بتنفذ دايرة، ده منتج انت بتطلعه، فلازم تكون عارف انت هتعمل ايه من قبل ما تعمله، ومحدد كويس قوي الخطوات اللي انت هتمشي عليها عشان خاطر تطلع انتاج سليم في وقت قليل وبمجهود قليل. لان انت لازم تحافظ على وقتك وعلى مجهودك. اذا حافظت على وقتك وعلى مجهودك هتنتج صح وهتطلع عملية صح، يبقى في الاخر العملية التعليمية كلها يبقى انت استفدت، وكمان ممكن تفيد غيرك. هتفيد غيرك بايه؟ هتوصل له معلومة ان انت قبل ما تشتغل لازم تكون مجهز حاجتك ومرتب البيئة اللي انت هتشتغل فيها ومجهز بيئة العمل. فلو احنا كلنا اتفقنا وقلنا لازم الحاجات دي تبقى موجودة في دماغنا ومترتبة ومحددها انا هعمل ايه قبل ما اشتغل، لو انا عملت كده هلاقي نفسي بشتغل صح، بفيد نفسي وبفيد اللي حواليا، وبنتج في وقت قليل وبمجهود قليل. انا كل شوية بعيد واكرر ان انا احافظ على المجهود واحافظ على الوقت. الوقت يا جماعة مهم جدا، احنا بنضيع وقت كتير جدا في حاجات ما ينفعش ان انا اضيع فيها وقتي. انا بحب اقول الكلام ده لان انتم ولادي، فلما نيجي نشتغل رتب حالك ورتب شغلك ورتب ادواتك، جهز بيئة العمل بتاعتك بطريقة سليمة زي ما قلنا، عشان خاطر في النهاية تبقى انت بتعرف تشتغل صح. سوق العمل دلوقتي بيدور على الانسان اللي افكاره منظمة. افكارك هتبقى منظمة ازاي؟ ممكن تعود نفسك ان انت افكارك تبقى منظمة من البداية، من وانت صغير. انا هعمل 1 2 3 النهاردة، اعملهم وباتقان وفي وقت قليل، هحس ان انا يوم ورا يوم افكاري بقت منظمه. فلما اجي اشتغل، لو انا مثلا معمول انترفيو في اي مكان عشان اشتغل، هياخد الانسان المنظم اللي شكله مرتب، اللي بيعرف يعمل الشغلانه اللي قدامه او التاسك اللي هيتاح له بمنتهى البساطه، يعني كاني بشتغل باريحيه وانا مرتاح. بيبان على الواحد وهو بيشتغل اذا كان متمرس ومتمكن ولا مش فاهم. لو انا بعمل مقابلة لواحد عشان اشغله، انا هشغل الشخص الواثق من نفسه. ثقتك من نفسك تيجي لو انت في الورشة، ثقتك من نفسك تبدأ من ان انت تبقى مجهز بيئة العمل بتاعتك بطريقة سليمة. هبقى قاعد عارف كل حاجة في الورشة موجودة فين، كل عنصر موجود في مكان، كل جهاز موجود في مكان، كل حاجة مرتبة حواليا، كل حاجة نظيفة حواليا، أنا نفسي قاعد فاهم
كل حاجة بتتحرك ازاي في المكان، كأني بالظبط كده بعمل سيمفونية في المكان. انا قاعد بشتغل وعارف لو انا عايز اي أداة هقوم اجيبها منين بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة. عارف ان انا وانا بشتغل لو احتجت حاجة هجيبها في ساعتها، وانا بشتغل وبعمل التمرين بتاعي عارف ان انا رتبت الاجهزة والادوات بتاعتي والعناصر بتاعتي قدامي على حسب اولوية الاستخدام بتاعي. في الحالة دي لو انا عملت كل الحاجات دي هلاقي نفسي بطلع تمرين بمنتهى البساطة. مفيش حاجة اسمها حاجة سهلة وحاجة صعبة. انت تعرف تعمل اي حاجة صعبة تخليها سهلة ازاي؟ بالترتيب. لو انا رتبت الحاجة اللي معايا وجزأت الشغلانة اللي في ايدي، يعني ايه جزأتها؟ يعني قسمت الشغل بتاعي لكذا حاجة في وقت قليل. يعني مثلا لو انا عندي شغلانة كبيرة وتمرين كبير عايز اعمله، يا ده التمرين ده صعب ومليان عناصر ومليان مكونات، لا انا مش هعرف اعمله، ده هياخد وقت كبير. مفيش حاجة اسمها كده. انت تقدر تظبط الحاجة اللي قدامك وتجهز العناصر بتاعتك وترسم الرسمة بتاعتك صح، وفي الحالة دي انت هتبقى منتهى البساطة هتنفذ التمرين بتاعك. هو التمرين هو عبارة عن ايه؟ مجموعة عناصر وبرنتد او شريحة والادوات اللي انا هستخدمها بقى، كاوية، شفاط، ماسك للحاجة بتاعتي، الحاجات دي كلها منتهى البساطة ان انا ارتب نفس طريقة هادية، ابقى قاعد كده هادي وعارف ان انا المعلومات اللي انا اكتسبتها هنفذها واظبط المكان اللي انا فيه. احاول ان وانا بشتغل اكون هادي، هدوء النفسي هيخليني انجز بسرعة واسترسل الافكار بتاعتي واسترجعها بمنتهى البساطة، وبالتالي هعرف انفذ الشغلانة اللي مطلوبة مني. طيب وانا بشتغل طالب من الطلاب زمايلي طلب مني ان انا اساعده، اقول له لا انا بخلص تمريني وماليش دعوة بحد، لا لازم يبقى في بينا وبين بعض تعاون. من اساسيات الشغل والنجاح في الشغل التعاون بين الزملاء. اتعاون مع زميلي ان انا لو هو محتاج مني حاجة اديها له، سواء كان بقى عنصر او خامة، ولو هو محتاج مني معلومة ما بخلش عليه بيها، اديله الحاجة اللي هو عايزها. كمان اطلب من المعلم بتاعي ان هو لو في اي معلومة انا مش عارفها، لو في حاجة انا عايز استفسر عنها، يبقى في علاقة بيني وبين المعلم وبيني وبين الزميل بتاعي. فلو احنا تبادلنا المعلومات هنكتسب خبرة اكتر وهنكتسب معلومة زيادة ونكتسب معلومة جديدة. طيب معنى اللي انا بقوله ايه دلوقتي؟ ان انا لازم عشان خاطر استغل المكان بتاعي اللي هو الورشة بتاعتي استغلال صح، اجهز بيئة العمل بتاعي بطريقة سليمة. هنقول بسرعة ازاي بنجهز بيئة العمل. اول حاجة بنجهز الطاولة بتاعتي، اشوف نوعها ايه، اذا كانت نوعها فيها كهرباء او تبقى قريبة من مصدر الكهرباء. اجهز الاضاءة، لازم تكون اضاءة جيدة، لازم تكون التهوية جيدة في المكان، لازم اجهز مكان للحفظ بتاع الادوات بتاعتي، زي ما قلت لكم دولاب بحفظ فيه كل مجموعة عناصر لوحدها، مجموعة الادوات لوحدها، مجموعة الاجهزة لوحدها، كل حاجة في رف. اجهز المكان بتاعي، اعرف اشتغل، اجهز الطاولة بتاعتي احط عليها الادوات بتاعتي بطريقة منظمة على حسب اولوية الاستخدام. في الحالة دي هعرف اشتغل صح. اتمنى ان النهاردة تكونوا استفدتوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.